إنه في كل مراحل حياتنا لابد أن لا نقوم بعمل تمرد أو عمل ثوري أو عمل عسكري إلا بتوجيه من المعصوم صلوات الله عليه. المعصوم هو اللي يعرف مداخل ومخارج الأوضاع والظروف المحيطة، مصالح الأمة، مصالح الطائفة. الإمام المعصوم إذا هو ما يوجهنا وإذا هو ما يدعمنا وإذا هو ما على حال يعطينا توجيه في هذا المجال، ما مفروض إحنا نسوي عمل اللي يهدد الطائفة ويهدد المجتمع. إحنا ما إن يعني ما إن صلاحية أن نقوم بعمل يهدد الأمن العام، يهدد نفوس الناس بدون توجيه من الجهة الشرعية، سواء كان إمام المعصوم في زمن حضوره أو من المرجعية الدينية العليا في زمن الغيبة. نحن لابد أن نأخذ الشرعية من مرجعيتنا. المرجعية شو تقول؟ إحنا بخدمتها. الآن نجلس، نجلس، ننتفض، نقاوم المحتل أو نقاتل العدو. هذا بعد هي المرجعية تعرف مداخل ومخارج الأوضاع ومصالح الأمة بشكل أكثر من أن أراه أنا أو أنت أو شخص آخر. هذا الدرس المهم اللي يمكن أن نستفيده من حياة الإمام السجاد.